خلوا هيك عالم تشتغل على الشط. يا الله يا اختي، شو عم يعمل يعني الزلمه؟ شاب مثل كل هالشباب عم يتطلع، ما عم يأذي حدا. والله وضعك مو عاجبني بنوب. في مطعم قريب من هون، جيب لك من عنده عصير. إيه؟ لا عيني، معلش خلص روح لشغلك. يا حبيبتي شو بدك انت؟ خلص حبيبتي تعا خذ هول المصاري وجيب لي علبتين بدقان لو سمحت. شو بك؟ ليش عم تطلعي هيك؟ من كل عقلك عم تسألي؟ ما بتعرفي يعني؟ لا ضحى ما بعرف. شو بيعرفك هذا الولد شو ممكن يعمل إذا أعطيتي وش؟ يا حرام شو بده يعمل يعني؟ شو بيعرفك؟ بركي مد إيده وحاول تحركش فيكي؟ ضحى يا عليكي شو هالعقل الشكاك اللي عندكي؟ مش شايفتيه شاب مؤدب؟ مؤدب؟ ما شفتي كيف عم يتطلع كان؟ حبيبتي نحن على البحر الكل بيتطلع. تفضلي حبيبتي شوفي. يا الله تفضلي. شكرا يا حلو. شو اسمك انت؟ انا اسمي سامر. هاي هدول؟ لا ابدا خليهم. لا ما بصير ولو؟ لا لا هو البدل اللي شغله. ماشي شكرا. شكرا سامر. يا الله ضحى خلص اهتمي بحالك اختي واشربي العصير هدي. سامر سامر تعا تعا اقعد هون شوي. سامر خبرني انت ساكن قريب من هون؟ لا انا ساكن فوق بالضيعه. خساره. ليش؟ لأن أنا عندي كتير شغلات عم بتلبكني وقلت لو إنك هون كنت بتساعدني فيهم. رن موبايلك وأنتي بالحمام. إيه شفتي مين؟ عدنان.